الو، القرموطي للارشاد السياحي، مين معايا؟ انا غادة الغنيم يا قرموطي، طمني. وصلت عمرو المدرسة؟ وصلت عمرو المدرسة. يا ست غادة، دي عاملة تعمليها برضه فيا؟ بتهربي مني؟ بتسيبي ضناك ابنك علشان 3500 جنيه؟ غلط اللي انت عملتيه معايا ده يا ست غادة. هربت ليه؟ مش فاهم. اهرب ايه بس؟ انا اتخطفت. اتخطفتي؟ يعني ايه اتخطفتي؟ مش فاهم. يعني مين اللي خطفوك يعني؟ يعني الواد عمرو طلع عنده حق؟ يا نهار اسود، عمرو مسك عليا واحده كده قبل ما يقول لي كلمه يا بابا، علم عليا كده اهو. طب اتخطفت ليه؟ مش فاهم انا، ومين اللي خطفك؟ عشان الكاميرا يا قرموطي، الكاميرا مصورين عليها جريمه قتل حصلت. طب بقول لك يا ست هانم، هي جريمه القتل اللي متصوره على الكاميرا ديت عدم المؤاخذه يعني، هل ليها علاقه بالبرنامج اللي هتذيعيه بالليل؟ ايوه انا اسف يا ست هانم، انا هاخد نسبه من الاعلانات عشان ارجع لك الكاميرا. ليش احنا بنتكلم؟ هدي لك اللي انت عايزه، بس انا عايزاك تساعدني ان انا اخرج من هنا. الحمد لله انا لسه فاكره نمرتك، انا كنت متاكده ان انت هتعرف تنجدني. انجدك يبقى كنت اتصلت ب122، النجده تنجدك اسرع. النجده لو كلمتها مش هترد، انت هترد يا قرموطي. ده عيب الارقام المميزه بقى انك حفظتيها كده. ماشي. انت بتقول حاجه؟ لا ولا حاجه، بس انا مش عارف هعمل ايه ومتلخبط ومش عارف هتصرف ازاي انا بصراحه في الموضوع ده. اعمل ايه يعني بالظبط؟ انت لسه هتفكر؟ انا عايزك تطلع دلوقتي على اقرب اسم جنبك. بقول لك ايه، الرقم اللي انا بكلمك منه ده ظاهر عندك؟ ظاهر عندي. عايزك اول ما تدخل القسم توريهم النمره دي على طول عشان يحددوا المكان اللي انا فيه. طب اقفلي، وانا لما اوصل للظابط هبقى اكلمك. تكلمني؟ اوعى تكلمني، انت مجنون ولا ايه؟ انا بكلمك من التليفون ده من ورا الناس اللي خطفني. يلا بسرعه يا قرموطي بسرعه. حرام عليك يا غاده، قافله تليفونك ليه بس؟ هو ده وقته؟ ايوه ست غاده، خليكي معايا، انا داخل القسم اهو. خليكي معايا يا ابني، ساعتين عشان تجيب لي حته محضر ما تخلص. بس هو بيزعق الواحد معاه الباشا. الحقني يا سعاده الباشا، الحقني يا باشا، الحقني يا سعاده الباشا، الحقني يا سعاده الباشا. وانا لازم ارد؟ ما انا هلحقك. اتفضل اتفضل. انا يا باشا كنت راكب في امان الله، العربيه بتاعته كانت جنبي غاده اللي هي المذيعه ديت، فوقفت عصابه كده واخد بالك، راحت قطع علينا وراحت ايه، عايزه تخطفها. هم خطفوها، بس هم خافوا مني في الاول. يا رموت اديهم التليفون. بحكي لسعاده الباشا الموضوع من اوله، اهدي عليا شويه. بتكلم مين؟ المخطوفه. سلم لي عليها، اقول لها احمد. احمد باشا بيسلم عليكي. انا ما كنتش في الاول مصدق انها اتخطفت بصراحه، لان انا كنت اعطيها ظهري. لولا الواد عمرو هو اللي اخد باله. عمرو مين؟ ابن المخطوفه. ده بيقولوا له في المنطقه يا ابن المخطوفه. لا دي هتتقال له بعدين، عشان هي مخطوفه من ساعه، لسه الموضوع ما اتسيعش. اخلص اخلص واديهم التليفون يا قرموطي. يا ساتر يا رب، ايه الاستعجال ده؟ مش بفهم سعاده الباشا، خد عليا شويه. مش كده يعني، خد يا سعاده الباشا كلمها قول لها الو التليفون ما بيكتبش. معاك الباشا، معاك الباشا. هي المخطوفه. الو، صدقتنا سعاده الباشا؟ ايوه بس ده مفيش حد. يا ست غاده، يا ست هتنزل هي لما تنزل. يا ست غاده انا اسف يا سعاده الباشا، ده لسه كانت بكلماني دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله، يكون الخط بتاعها قطع. ما ممكن يكون التليفون بتاعها كارت مش خط لا مؤاخذه، وانت عارف الكارت دلوقتي 130 جنيه، تاخد منهم 30 جنيه غير الضريبه المضافه بتاعه 340 جنيه، يخصمهم من 17000، هيفتح حساب. فانا مش عارف سعادتك بقى هعمل ايه بالظبط. انا دلوقتي كنت بكلمها وهي قالت لي خش للظابط عشان ايه، وكانت بتكلمني من مقر العصابه. الله، هي العصابه ليها مقر؟ ايوه هي كانت بتكلمنا من المقر بتاعها. ومصوره العصابه، هي مصوره جريمه قتل على الكاميرا ديت. واخد بالك، وممكن نشوف فيها افراد العصابه فرد فرد. يا ريت، يلا فرجني. بس هي لا مؤاخذه البطاريه ضعيفه ومفيش شحن. فلو في عند ستك شاحن كاميرا، وبعدين اتفرج عليها على تلفزيون كبير عشان الشاشه هنا صغيره. لو عندك سلكه دي اتش ال اف اكس ان ديت بثلاث سلوك، سلكه حمراء سلكه زرقاء سلكه قطر، وبعدين نوصلها على اي تلفزيون ونقعد نتفرج انا وانت ونشوف الموضوع ايه بالظبط. بص قدامك يا حبيبي، ما تبصلوش لا تلقط، بص قدامك مش ناقصين. اتفضل يا فندم. معلش هو انا ليا سؤال. اتفضل يا باشا. يا رب ما يوتركش يعني. هي ازاي مخطوفه وبتكلمك في التليفون؟ اه صح؟ اه
ما شاء الله عليك يا باشا، عليك سرعة بدينة تتحسد عليها والله العظيم. لا ده انا عاجبك قوي. لا ما شاء الله. فاكر الشيرز ده جاي من فراغ؟ يبقى انا حاسس ان غادة ديت بتعمل الحوار ده عليا عشان ما تدينيش حق الكاميرا 3500 اللي هم حقي، فانا دلوقتي حاسس ان غادة ديت بتنصب عليا. طب هي مخطوفة ولا بتنصب عليك؟ انا واقع في عرضك يا سعادة الباشا عشان تدلني بقى على الموضوع ده. النمرة اللي بتكلمني منها موجودة دلوقتي، فانت سيادتك تاخدها تتصل بيها. لقيتها مخطوفة دوركوا كشرطة تروحوا تنقذوها، لقيتها مش مخطوفة يبقى بتحور عليا عشان تاكل مني حق الفلوس بتاعتي وما تديها ليش. فانا عايز دلوقتي اعمل لها محضر تبريد وانكار. محضر ايه؟ تبريد وانكار، لانها بتنكر انها بتتبرد عليا. انا عايزك تحط نفسك مكاني. اتفضل يا باشا. انت دخلت ما بقالكش 5-6 دقايق عملت لي 28 قضيه، قلت لي مذيعه مخطوفه، خد كلمها في التليفون ما لقيتش حد. لا انا ما لقيتش حد. ايه ده؟ احنا حبايب. لا اتفضل سيادتك. احنا في خدمه الشعب. لا طبعا انا حبيبك بس ما تتعصبش. لا فيش عصبيه ولا اي حاجه. خلاص شويه وقلت لي عمرو ابنها ابن المخطوفه اللي هو مش هيتقال لها ابن المخطوفه دلوقتي اللي امه لسه مخطوفه من ساعه. ايوه بعدين بقى هيتقال لها مخطوفه والكلام بتاع. سيبنا بموضوع التليفون. قلت لي الكاميرا. قلت لك عليها جريمه قتل وعليها قصد العصابه. طب يلا نتفرج. صح. قلت لي قطع شحن. ايوه والله. ودي اتش ال واس اف ان ما شاء الله حافظ كل حاجه. حبيبك عيب الله. هو اول مره دي تاني مره تالت مره كده يعني. سامحني مش فاهم حاجة. لا لو مش فاهم حاجة أنا ممكن نعيد يا سيادتك من أول وجديد واحدة واحدة. ها يا هانم لسه برضو مش عايزة تقولي مريم فين؟ معرفش، هي مختفية بقالها كذا يوم. طب والكاميرا معاكي ولا معاها؟ معرفش. أنت كل حاجة معرفش. مش عايزة تروحي ولا إيه؟ لا تروح فين؟ ده احنا كده هنضطر نجيب الواد ابنها ده اللي اسمه عمرو يا ابو صلاح. ابني؟ ايوه ابنك، عشان ما وحشكيش يا هانم. هو مش برضه مدرسته في اكتوبر واللي بتطلع الساعه 2؟ جايز لما تشوفيه تفتكري الكاميرا فين. ابني ملوش دعوه باي حاجه من الموضوع ده. كان ظهري للعصابه. استاذنك لو فيها اساءه ادب. ايوه يا باشا. اطلع بره. اطلع بره منين؟ بره الاسم. انت عايز نمشي يعني خالص؟ يا ريت اطلع بره. وبالنسبه للغدا مش اشكال يعني. طبعا. حاضر يا باشا. اتفضل. حاضر. يعني انت عايز نخرج بره خالص؟ بره. عصبي قوي الباشا بره، مش فاهم يا عيني ايه عصبيته دي جايه من ايه؟ لا تكون محضر ناس دي ولا حاجه. انا مالي يا عم، ما تولع الدنيا بالليل. الو الو ايه يا ست غدا؟ بقول لك الو من الصبح ودخلت للظابط والظابط قال لك الو يجي اكتر من 10,000 مره وانت ما ردتيش. في ايه مش فاهم انا؟ طب كويس ان انت في الاسم. انا عايزك تركز معايا شويه. عايزك تخش للظابط اللي جوه وتقول له ان هم عايزين يخطفوا ابني. وبعدين في اليوم ام الاسود ده بقى يعني هي تتخطف ابنها؟ ايوه يا ست هانم. وانا اعمل ايه؟ انا اعرف اخش للظابط تاني؟ اخش له بانهي وش؟ ده رمى في وش الورق وكان هيسجنني وهيموتني دلوقتي. ارجوك يا قرموطي ابوس رجلك، عايزك تلحق عمرو قبل ما العصابه تخطفه. لا حول ولا قوه. انا لو شغال دادا عند عمرو ما يتعملش فيا اللي بيتعمل ده. طب انا لو رحت عند عمرو والواد طلع من المدرسه وقال لي انا جعان يا عم ولا حاجه هعمل ايه؟ ما انا معيش فلوس برضه، كل ده هيزيد على الحساب عشان انا برضه ما اتاذاش يعني في الليله ديت يا ست هانم. طب انا خليك وزق. يا ربنا ايه اللي وقعني في الغبي ده؟ حاضر يا ست هانم. لما نشوف ده كان يوم اسود يوم ما اشوف هي عربيتي راحت. اجري شويه يا اشرف، الوقت فاضل له 10 دقايق واخرج من المدرسه. ممنوع تركن هنا يا بيه. يا عم اهدى عليا، في عيل هيتخطف. اسكت بقى يا بيه. الركنه هنا ممنوع اركن في الشارع. يا ركنه يا عم، هو في ايه يا بيه؟ الركنه هنا ممنوع اركن في الشارع. اتفضل يا باشا. حصحصه لو في حصحصه كان ارمط يركن. الله يسامحك يا باشا. لازم كله لازم يا اما ايه يوقف قلنا نركب ازاي. اكسر يمين يا باشا، اكسر عجلك كله يمين. بيظهروا لنا منين؟ انا ما اعرفش دول بيظهروا منين. اكسر يا باشا يمين. امك يا باشا يمين يا باشا. ولا انت الكاش بتاع المنطقه؟ ايوه يا باشا. خد المفاتيح جوه بقى يمكن انت براحتك. ماشي يا ريس. اوعى تخبط. هو مش تكلم من الكانتين جدا، السندوتشات مش حلوه خالص. وانا فعلا بجد انا بجد ده حقيقي. ما في كده في كده في كده في عيني هيتخطف. انت حاسس بحاجه؟ يا عمرو 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 يا عمرو
اوف انزل من عربيتي من عربيتي خمسه بس جايتك اوف يا مزارع انا المخاطب اطلع يلا اطلع اطلع حد يحلق على الرقم مفيش حد في الميدان انا دخلت عكس ولا ايه يا خرابي عن اكشن اللي ابو ارمط فيه لا تقول لي توم كروز ولا جاكيشان ابو ارمط احسن من فدام صلي على رسول الله يا مامي يا مامي عايز مامي كنت هتلبس يا ارمط العربية كانت هتخش بوس في بوس بينا قدام ايه يا عجيب اس مش تقربة يا فندم احنا ماشيين ورا مين سالش حاضر يا فندم حاضر يا فندم حد يحلع على الراجل ده والله وعديت يا ارمط حبيبي وادي الليله السودة عن اللي حصل لي النهارده يا ربي ده الا وما انت ورايا ورايا حسبي الله ونعم الوكيل فيك كان يوم نحس يوم ما شفتك مش فاهم بتطلعي لي منين الو الو ايوه ست غاده طمني عمرو فين لا اطمني ان شاء الله عمرو 10 دقايق كده ويوصل بالسلامه طب الحمد لله 10 دقايق ويوصلك لا يوصلك انت ما انا مش عارف اجيبها لك ازاي عمرو اتخطف يا ست غادي ايه اتخطف ما انا بحاول امهدها لك علشان ما تروحيش فيها الو ست غاده يا غاده هاني راحت فيها طب انا اعمل ايه يعني شحططه واتشحطط اكشن واكشنت جري ورا عصابه وجريت اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته قصرت في ايه وكمان البطاريه قربت تفضى ادي إيه الليله السوداء يعني لا هتعرف تتصل بيا ولا انا اتصل بيها مفيش اي شاحن هنا ايه ده الليله السوداء طبنجه ادي إيه الليله السوداء انا سرقت عربيه ضابط يعني انا سرقت عربيه ضابط شرطه بالمسدس الميري وانا كنت عاوز شاحن لقيت الشاحن وفي مسدس وسارق عربيه ضابط